انا بعتذر لحضراتكم ان في خطأ حصل، انه كان مفترض ان احنا بننهي الاسره الرابعه، نهايه الاسره الرابعه، لكن اللي نزل على البث المباشر كان لغايه نهايه عهد خوفه بس. المهم ان خوفه في اخر ايامه زي ما قلت ان هو جاب ابنه الامير كواعب، وكواعب كان مقرر انه هيتولى الحكم من بعده. وكواعب زي ما قلت هو اول واحد من العيله المالكه اتصور بشكل كاتب، يعني كان تمثيل مهم قوي ان انا الاسره الحاكمه او البيت المالك عاوز يمثل بهيئه الكاتب. اتجوز من اخته حتى بحارس الثانيه، وكان كواعب متهيئ له الامور تماما انه هيبقى ملك، لكن بكل اسف مات. موت كواعب قلب الدنيا، لانه بعديها ظهر خوفه لما مات لقينا ثلاث فروع للعيله، فرع بيتكلم على جيد فرع، وفرع بيتكلم على باول فرع وجيد فحور، وفرع بيتكلم على خفرع، ثلاثه بيتخانقوا، ثلاثه من عائلات. باو فرع وجيد فرع على الرغم من هم كانوا قريبين من الزوجه الرئيسيه لخوفو الا انهم ما وصلوش للحكم. لكن اللي وصل كان جيد فرع، كمل هرم ابوه. المركب بتاعت خوفو اللي اتكلمنا عليها بنعرف ان جيد فرع هو اللي كمل اجزاء منها ولقينا اسمه فيها. لقينا حاجات كتيره ترتبط بجيد فرع الا حاجه واحده، انه ساب هضبه الجيزه ونزل على برواش اللي هي الشمال من هضبه الجيزه وعمل المقبره بتاعته، وابتدى الناس يدخلوا ويشتغلوا معاه ويبنوا حواليه، وهجره الجيزه تماما. جيد فرع بينسب ليه اقدم تمثال على هيئه ابو الهول، علشان كده البعض دلوقتي بيقول ان تمثال ابو الهول اللي في هضبه الجيزه لا يمثل الملك خفرع ولكن جيد فرع تحديدا، وبيقولوا ان جيد فرع ربما وضع هذا التمثال ليكون بالبلدي كده مسمار جحا اللي موجود، ما بنتش هرم، احط تمثال يمثل الوهيه الشمس. والتمثال ده كان له مكانه كبيره جدا طوال التاريخ، حتى ان ملوك الدوله الحديثه غير حاجات كتيره من تقاليد الحكم. التمثال ده من حطب الثاني لما كان بيتدرب عمل معبد لما كسب مسابقه، تحطه في الرابع عشان يتولى الحكم عمل لوحه ما بين رجلين ابو الهول، وقال ان هي لوحه الحلم، اللوحه الشهيره اللي قال فيها انه قال له شيل الرمله وانا خليك ملك على مصر. بينسب كمان لجيد فرع انه اول ملك ياخد لقب سارع الابن، ابن اله الشمس. وهنا كان ترسيخ، على الرغم من ان البعض بيقول لا في الغالب اللي كان عمل هذا الامر هو الملك خفرع، وان خفرع اللي بعد جيد فرع بثمان سنين جه خفرع اتنقلت الدنيا نقله ثالثه. النقله الثالثه كانت ايه؟ جيد فرع لما جه اتجوز ارمله كواعب عشان تديله الدم، لكن لما جه بقى خفرع قلب الدنيا، نقل كل حاجه، بنى هرم يبدو للناظر اعلى من هرم ابوه لانه بناه على تبه، ولكن في نفس الوقت لما بنى هذا الهرم كان حريص انه يعمل كل المجموعه الهرميه متكامله بعناصرها السبعه الاساسيين، معبد وادي، طريق صاعد، معبد جنازي، هرم، هرم جانبي، اسوار، مراكب. يمكن ما لقيناش كل العناصر، لكن معبد الوادي بتاع خفرع يعد اكمل المعابد. الست نيشات الموجودين، الست نيشات، هل هم النيشات السته اللي بيمثلوا مراحل العبور والرسوب والتحنيط والغسل و اللي هي مراحل التطهير والحمايه والتحنيط وفتح الفم والحفظ اللي هي الست مقاصير، ولا اتنين بيمثلوا الشمال والجنوب واربعه للاجزاء اللي بيتحطوا في صناديق الاحشاد؟ التماثيل ال 24 هل يمثلوا بالاعمده والقواعد اللي قدامها للتماثيل، هل يمثلوا ساعات اليوم او زي ما بيقول، ولا زي ما بيقول فيكتيف السبعه بيمثلوا الارواح السبعه، و ال 17 بيمثلوا ال 12 شهر وخمس ايام للنسيء. لكن في كل الحالات تمثال خفرع ومجموعه خفرع الجنازيه مجموعه مهمه جدا، وبتمثل مجموعه الهرميه اسف مش مجموعه جنازيه، وبتمثل عندي قيمه كبيره من قيم الفن او قيم العماره المصريه اللي اقدر ان انا هشتغل عليها. خفرع كمان لازم اقول ان معبد الوادي البعض يقول لك كان بيتعمل فيه التحنيط، لا اعتقد بتكتمل فيه مناظر التحنيط، لان التحنيط المفروض ان انا بعدي غرب النيل مشطب، فيبدو ان بيتم فيه ما انتهى من التحنيط وهي طقوس فتح الفم. واحنا عارفين ان فتح الفم ما كانتش الطقسه اللي افتتح الخمون افتح وجه، لا ده طقسه بتتمثل في 75 مرحله بتمثل عندي مرتين كامله، مره عند سيتي الاول، ومره عند ريخ ميراع ووزير تحتمس الثالث. خفرع بمجموعته الهرميه وصل لي شيء قوي جدا، تمثاله يعد ماستر بيس المتحف المصري من حجر الدلوريت اللي اتكلمنا على المنطقه اللي وصلها خوفو وادي الهودي واللي لقينا الاجر عليها اسمه والاثار بتاعته. التمثال التن ميلر وانا متذكر جمله كان جميل يقول لك التمثال كان حاطط عليه ورقه شفاف بتنسخ من على النسب بتاعت الملك. التمثال يمثل الثالوث، التمثال يمثل رعوة وزير، التمثال يمثل حاجات كتيره جدا موجوده عندي ليه الملك. الملك خفرع كمان بعرف ان هو كان مهتم قوي بمشاريعه على حساب مشاريع الدوله، يعني الدوله بالنسبه له كانت نمره اتنين. خفرع ما كانش مهتم قوي بان الدوله تكبر،
تعلى، لكن الكبير والعلو هي مجموعته. والدليل ان انا الاقي 1055 بقره، 974 راس ماشيه، 91 مسكن للعمال، يعني راجل بيتكلم على نسب. لكن خفرع على قد حكمه وعلى قد طول حكمه زي ما بقول لكم ما لقيتش حاجه كبيره. عشان كده دايما لما بنقيس خفرع بقول ان بدايه انهيار الدوله القديمه عندي هو خفرع. بعد خفرع بيوصل لي منكوره. منكوره ابن خفرع، ده على الرغم من ان البعض بيشير الى ان منكوره لم يلي خفرع. في واحد من الدوسه ال 12 كتب نص في وادي الحمامات بيقول في النص حكام الاسره الرابعه، كتب ايه بقى؟ سنفره، خوفه، جدفرع، خفرع، ها؟ باوفرع، جدفحور. الله، وبعد كده ما كتبش، هل هو الراجل كتب تسلسل العيله؟ ولا كان فعلا في حكم؟ لكن اعتقد انه حتى ولا مصدر من المصادر المصادر التاريخ اللي احنا اتكلمنا عليها او القوائم الملكيه كتب، فهل الراجل كتب اللي سمه؟ هل كتب ناس كان بيسمع عنه بالخير؟ الله اعلم. من كورع لما وصل للحكم الحقيقه كان شغله مختلف تماما، هو حاول يقرب من الشعب، ابتدى يربي ولاد الموظفين عنده، ربى موظف اسمه شيبسس بتاعه، شوف بتاع ده هيبقى حدوته ثانيه بعد شويه. رباه، بنى هرم 66 متر، لكن طلع ناصح. هو بنى الهرم الناس لما بصت ما شاء الله والله من كورع ده راجل طيب، لكن ذكاؤه هنا انه لما بنى الهرم 66 متر راح عمل ايه؟ راح كاسي اول 16 صف جرانيت وردي، عشان كده حتى المقريزي لما شافوا الجرانيت لسه راك قال ده هرم ملون. هنا بيقول لك ان صف واحد بالجرانيت يساوي بنا الهرم كله، يعني انت قطعته ووصلت، بس انت ذكي، انت اديت الاعتبار النفسي مش الاعتبار الاقتصادي الحقيقي. من كورع العصر المتاخر كل الناس بتتكلم على انه ملك محبوب والناس بتحبه والناس مياله ليه، وده الدليل على كده. يمكن انا واحد من الناس شفته بعيني سنه 86. سنه 86 الحقيقه كنا بنشتغل واحنا طلبه في الجامعه، كان ايام هيئه الاثار الله يرحمه الدكتور احمد ادري، كان بياخد طلبه الكليه احيانا مجموعه منهم يشتغلوا في مناطق الاثار، عمليه تنظيف وعمليه نتعلم ونشيل تراب من جوه المقابر ونشوف الناس بتشتغل ازاي، كان تمرين حلو جدا، والناس كانت بتدينا مقابل، كان مقابل قليل قوي بس كان مقابل. الحاجه اللطيفه ان احنا كان في مقبره طلبت مننا اداره تفتيش اثار الهرم، وكان ساعتها ماسك الترميم ربنا يديله العمر اذا كان عايش يتوفى زكاه ويرحمه اذا كان توفى المهندس مصطفى عبد القادر. نزلنا ننظف مقبره اسمها مقبره دبحل جنب تراب المسلمين اللي في نزله السمان. لقينا هناك شمعدانات، هدوم، فلوس، عرفنا ان الناس تباركوا بالمكان ده، ان الشيخ حمد السمان كان بيروح يقعد هناك ويصلي، فقالوا لما مات ان روحه بتطلع في المكان ده، فاللي عايزه تتجوز، اللي عايزه جوزها يساعدها، ما يتجوزش عليها، تخلف، مش عارف ايه، كانوا بيروحوا يقعدوا هناك. نظفنا وكان فيها كميه خفافيش، لكن اجمل ما في المقبره يا جماعه كان النص اللي عليه. النص بيقول ان من كوره هو رايح يزور الهرم، دبح صاحب المقبره دي جري وراه وقال له جلاله الملك ليا طلب عندك، انا نفسي الدفن جنبك. الملك قال بس كده، هجيب المهندس ابني له مقبره 100 ذراع في 50 ذراع واعملها له ونقشها له واعمل له تابوت وهطلب من الحجاره اللي بتعمل لي منه، يعني اعمل شغل زي ما بتعمل. محبه الناس كانت كويسه. شيبسس بتاع اللي هو رباه لما مات من كوره جه شيبسس كاف ابنه، شيبسس كاف راح مجوز بنته لشيبسس بتاع، ودي كانت اول حاله ان الملك يجوز بنته لاحد الموظفين اللي في القصر. شيبسس بتاع لما اتجوز فتح لنا باب ان هل شيبسس كاف كان بدايه لمرحله من العداء مع كهنه راء؟ بالعكس. ليه؟ هنا يقول لك شيبسس كاف، انا عندي خا افرا جد افرا من كورا راء هو بيخبط في وش، طب انا ليه جيت هنا قلت شيبسس كاف؟ مبجل قرينه او مبجل نفسه مبجله. قال لك نفس مين؟ قال لك طيب الاف هنا ده معناها انه قال لك راء مش حلو، راء الاف يعني هو في السفكس بناون، قال لك ده معناها ان راع مش موجود. يا عم بس بالراحه، هو لما امه وابوه خلفوه سموه شيبسس كارا وهو غير اسمه لشيبسس كاف؟ لا. قال لك يبقى اذا ده الاسم، يبقى ربطه الدين هنا اقدر احسبها على اللي خلفوه مش عليه. طب دي اتنين، لما اقول شيبسس كاف انا لما اتكلم على حد واعمقه جدا لو ما ذكرتش اسمه واتكلمت عليه بصيغه الغائب ده نوع من التقدير والتبجيل للشخص اكتر من كذا الامر. اضافه الى ان هو لما راح بنى ما بنيش زي البعض بيقول لك مصطبه فرعون مصطبه على الارض، لا يا حبيبي، ده بني مصطبه ارتفاعها 18 متر في عرض 72 في 100 متر طول،
مصطبه كانت مصطبه محترمه. شيبسيس كاف في الغالب لم يبتعد عن كهنه رع، لكن اراد انه يصل بالظروف الاقتصاديه اللي واجهت البلد. رجع بقى لفكره دينيه، وهي فكره المايا الازليه او البريمفيل هيل او التل الازلي او البقعه اللي بيطلع منها النون او بيطلع منها الاله الخالق علشان يخلق الكون. كانه رجع للفكره الاولى مره تانية، شغال بالصخر، شغال بحجر، شغال بكل حاجه. التابوت بتاعه كان من اجمل التوابيت الموجوده. ما عادش كتير شيبسيس كاف، على حوالي 4 سنين نقل الحكم لمراته واخته خنتي كاوس اللي رجعت تاني على الجيزه، بنت مصطبه ظهرت وتعملت لها تفريغات وعملت كانها شكل للهرم الكامل. شيبسيس خنتي كاوس لما وصلت الى الحكم ارتبطت بواحد من العيله المالكه، وده بقى الحاجه اللي لازم نبقى اللي بعد كده، هي ارتبطت بيه احد كانت الشمس، لا اسر كاف اللي هي ارتبطت بيه ده ابن مين؟ شيبسيس كاف ده ابن نفر حتب اس، حتب نفر حتب اس دي بنت مين؟ دي بنت جيديف رع. يعني بصوا هنا القايمه ماشيه ازاي؟ جيديف رع خلف نفر حتب اس، نفر حتب اس خلفت اسر كاف، قوي نفسه، قوية نفسه، نفس مين؟ نفس رع. لا اسر كاف ده كان كبير كهنة الشمس، هي كانت تبع عيلة مين؟ هي تبع عيلة خفرع. يبقى هنا هو من فرع جيديف رع وهي من فرع خفرع. انا قلت لكم الثلاث فروع اللي بعد موت خوفه، بعد موت خوف وكواعب في حياته كان فيها فرعين، فرع باو فرع وجيديف حور، ده خلاص. لكن الفرعين اللي اشتغلوا عند جيديف رع ومين؟ وخفرع. هي من نسل خفرع وهو من نسل جيديف رع، اتجوزوا بقت رسمي نقل الحكم ليه. ومن هنا بدا اسر كاف مرحله جديده في تاريخ مصر، هي اللي احنا وقفنا عندها في الفيديو لما فوجئت ان هو ما اكتملش، فانا بعتذر لحضراتكم بكمله دلوقتي. اكمل بيها شيبس اسر كاف نهايه الاسره الرابعه، وبدا مرحله جديده سماها المؤرخين بدايه الاسره الخمسه. يوم الاربعاء ان شاء الله تعالى هلتقي مع حضراتكم في فيديو تاني، وبس برضه هنشتغل بس مباشر. اتمنى ان النت ما تعملش اي حركه كده مش لطيفه معايا، علشان نقدر مع بعض ان احنا ننهي على خير المحاضرات بتاعتنا حتى نهاية رمضان. بشكركم شكرا جزيلا، واشوفكم على خير يوم الأربعاء ان شاء الله. شكرا جزيلا.